لمعرفة تاريخ الإنسان في كل زمان ومكان يتم عبر ثلاثة أركان، هي علم الإركيولوجي، ثم الأنثروبولوجي، ثم الجيرموفولوجي، ومعناها في العربي علم التضاريس، تضاريس الوطن، وعلم الإنسان في الوطن، وعلم آثار الوطن. وأول من تكلم عن هذا العلم ونظر له بل اخترعه إنه العالم العربي ابن خلدون. لكن العرب لم يأخذوا بهذا العلم للأسف. لاحقاً بعد ابن خلدون ب200 عام طور الغرب هذا العلم، ولذلك تقدموا في تاريخهم الإنساني والحضاري والآثاري. ونحن في الرياض الآن لا يمكن فهم تاريخ الإنسان اللي عاش في اليمامة وحجر اليمامة بدون معرفة تضاريس جبال طويق وأودية حنيفة. هذا علم تضاريس والماء والنباتات وحركة الإنسان اللي هو علم الإنسان في هذا المكان في الرياض وفي غير الرياض في جميع الكرة الأرضية، متأثر بهذه الطبيعة الأرضية التضاريسية. والإنسان عندما يقيم ويصنع تاريخ في مكان وفيه جغرافيا وتضاريس معينة، ماذا يترك؟ يترك لنا آثار، أبنية، كتابات. وهذه هي المنهجية التي يفهم فيها التاريخ، لأن الناس متشابهون في كل زمان ومكان مهما اختلفت أزمنتهم وأمكنتهم، كما أنهم مختلفون مهما اشتدت أوجه الشبه بينهم. لم تكن إلا منطقة مهجورة ليس فيها إلا بعض من بساتين النخيل الخاوية وآثار حصون وقلاع وبقايا أسوار. حجر اليمامة بين العرض والوتر، بدأت خطوات شد وجذب بين الإنسان والمكان. قبائل مرت من هنا مروراً بلا استقرار، وأخرى قلبت الأرض وما عليها فكتبت بثمارها بداية تاريخ حجر اليمامة. من الشعراء الذين وثقوا بداية استقرار بني حنيفة في حجر اليمامة شاعر حنفي يمامي وهو موسى بن جابر بن أرقم، وقال في أبياته: وجدنا أبانا كان حل ببلدة سوى بين قيس قيس عيلان والفزر، فلما نأت عنا العشيرة كلها أقمنا وحالفنا السيوف على الدهر، فما أسلمتنا بعد في يوم وقعة ولا نحن أغمدنا السيوف على وتر. يا دكتور راشد، لابد نوضح للمشاهد أن عبيد الحنفي، عبيد بن ثعلبة الحنفي، لما انتقل من قارة الحبل وأخبره الراعي أنه وجد في حجر اليمامة مزارع ونخيل طويلة وحصون، لابد نوضح للمشاهد، لأن التاريخ ذكر أن عبيد جاء من قارة الحبل ودار على هذه المزارع وغرس رمح وقال يلا. هي ليست جاهزة، هي منتصم وجديس، وربما أنها مهجورة أكيد، وربما أنها تعرضت للدمار، لكن النخيل باقية لأن العيون وادي الوتر ووادي حنيفة كان في عيون ذيك تلك الوقت. فهذا كلام تحليلي مهم لنربط الأحداث وليس نردد كلاماً ليس له تفسير علمي. هو باختصار لا شك أنه التفسيرات أيضاً والمصادر كثيرة ومتعددة لتقدم بالتالي صورة نمطية وعامة على هذه المنطقة. بعد خروج عبيد بن ثعلبة بيربوع من بني حنيفة، هناك في قارات الحبل التي تمتد تقريبا العشرات الكيلومترات قرابة 20 إلى الموضع حجر اليمامة القديم، ولهذا انتقاله من الجهة الشمالية إلى الجهة الجنوبية لمشاهدة أيضا مع الراعي أو الذي وصف له أيضا هذه المناطق، بعد أن أتى له أيضا بتمر
وأيضا وضع ذكر أن هذه المناطق التي قدم منها لدي فيها الزراعة وفيها أيضا الحصون وشرح له. وعندما وصل إلى هذه الناحية شاهد أيضا عبيد بن ثعلب بن يربوع شاهد هذه القلاع والحصون والمزارع والأسوار القديمة والمتبقية من أيام طسم والجديس مهجورة. ولهذا كانت المسيرة عبر الوادي، ولهذا تم اختيار حجر اليمامة للمنطقة شبه رفيعة عن وادي حنيفة، ولهذا بدأت المرحلة التاريخية للسكنة لبني حنيفة في تلك الفترة التاريخية من أكثر من 1600 عام من الوقت الحاضر. ولهذا قال شاعرهم موسى بن جابر الحنفي: وجدنا آبانا كان حل ببلدة سوى بين قيس عامر والفزري، فلما ناءت عنا القبيلة كلها أقمنا وحالفنا السيوف على البتري، فما أسلمتنا بعد في كل وقعة ولا نحن أغمدنا السيوف على وتري. فالمقصود أن هذا الوجود أيضا الحنفي والمستقرات وجدت بين وادي حنيفة العرض غربا وأيضا وادي الوتر شرقا، وامتد النفوذ والبلدات التي خرجت فيما بعد في حجر اليمامة، فأصبحت كثير أيضا من المدن والبلدات تابعة لحجر اليمامة العاصمة التاريخية لبلاد اليمامة جميعا. فانطلقت أيضا من هنا قصة نشوء حضارة أيضا هذه القبيلة، ثم فيما بعد ظهرت أيضا الدولة السعودية التي هي جزء من هذه القبيلة وامتدت آثارها حتى اليوم. من حجر في مكان هو من أحب جواره والتصق به حتى أصبح منه، ودام العناق بينه وبين المكان لا يفارقه أبداً حتى تحجر فيه وأصبح واحداً. يقول التاريخ إن عبيد بن ثعلبة احتجر في اليمامة 30 قصراً و30 حديقة، فدخلت كلها في حوزته ولم يفارقها فأصبحت حجر اليمامة. قال الجاحظ إن حسد العرب طال بني حنيفة على أرضهم وقوتهم وشدة بأسهم وشجاعتهم لتخومهم وسط أعدائهم، لكنه استغرب أهلها ويقول إنه لم ير قبيلة أقل شعراً من بني حنيفة. ولكن هل أصيب بنو حنيفة بالحسد فعلاً؟ عبيد بن ثعلبة الحنفي وصف حجر اليمامة، وصف آثارها وتضاريسها وقصة الإنسان فيها، لذلك قال: حللنا بدار كان بها أنيسها، فبادوا وخلوا ذات شيد حصونها. ذات شيد يعني مبنية بالجبس، لذلك بقيت من أيام طسم وجديس، والقرآن يقول: وبئر معطلة وقصر مشيد. مشيد ليس مشيد، إنما مبني بالشيد القوي، أليس كذلك؟ صحيح. وبقية القصيدة صحيح. ولهذا حللنا بدار كان فيها أنيسها، فبادوا وخلوا ذات شيد حصونها، فصاروا قطينا للفلات بغربة، وصرنا في الديار قطينها، فسوف يليها بعد نام يسكن عرض سهلها وسهولها وحزونها. ولهذا كانت هذه المنطقة موئلا للسكنة لهذه القبيلة، واستمرت أيضا آلاف السنين. فكأن الشاعر يستذكر عندما يشير لهذه القصيدة أن هناك أجيال سيسكنون بعدهم في هذا المكان وتستمر الحياة إلى يومنا الحاضر، فكأنه الوصف التاريخي وأيضا الجغرافي للمنطقة والمشاهدة، وأيضا ذلك البعد التاريخي قدمه له الشاعر في حجر اليمامة، وأيضا البلدات الساكنة فيما بعد استمرت شمالها وأيضا جنوبها واستمرار الحياة بين جوانبها المختلفة. إذن عبيد بن ثعلبة ذكر الأركان الثلاثة عن حجر اليمامة بقصيدته، وذكرها أيضا تتابع الأعشى. أيضا الأعشى يشير أيضا إلى غزارة هذا المكان وأهميته، مثلا يذكر من أحد قصائده: ألم ترى أن العرض أصبح بطنه نخيلا ونابتا وفصفاصا، يعني المناطق كلها العرض وادي حنيفة بازدهار أيضا الحياة هنا والنخيل وأيضا الزروع المختلفة أعطت استمرار لهذه الحياة بوجود الماء لأهل حجر اليمامة وأيضا المدن الأخرى. ولهذا قضية أيضا الوجود والمستقرات الحضرية تبنى دائما على الأودية، جال الأودية، وأيضا ما يخصها من النخيل والمزارع التي يقتاتون منها أهل هذه البلدان،
واستمرت أيضا تلك الحياة. وكذلك أيضا مثلا جرير في العهد الأموي عندما يصف أيضا بني حنيفة أصحاب نخل وحيطان ومزرعة، وهناك عدد حقيقة كثير من الشعراء الذين يتغنون بهذا المكان الذي سكنته بنو حنيفة. لهذا يقول الجاحظ أيضا يشير في كتابه الحيوان، يقول إن كثير من القبائل عندما سكنت بني حنيفة هذا المكان أتتهم، يقول أصابهم الحسد لهذه المكان وأيضا هذه البلدات التي سكنتها على جال هذا الوادي وأيضا وفرة النخيل والمزارع التي حلوا بها في تلك الفترة التاريخية. يعني كان محظوظ عبيد بن ثعلبة أنه وصل أولا إلى آثار حجر اليمامة البائدة من طسم وجديد. صحيح، هو محظوظ أيضا بانتقال القبائل الربعية أو الوائلية عند هجرتها من الحجاز واتجاهها أيضا للبحث بين هذه المناطق وأيضا حلولها في هذا المكان. رائع. التحليل التاريخي يفرض علينا هذا السؤال الكبير يا دكتور راشد، لماذا عبيد بن ثعلبة الحنفي مر من الغرب إلى الشرق طبعاً من قرات الحبل فأعجب بهذه الحصون والنخيل المتروكة من أيام طسم وجديس واليمامة على درب تجاري من قبل عبيد بن ثعلبة بآلاف السنين من الغرب إلى الشرق؟ أكيد في قبائل أخرى نزحت قبل عبيد بن ثعلبة ومرت من عند هذه الحصون وهذه النخيل المتروكة ولم يعجبهم، فعبيد بن ثعلبة أكيد عنده نظرة غير نظرته. هو لا شك المصادر التاريخية حتى أشارت إلى هذا الاستقرار لبني حنيفة هنا في حجر اليمامة، وأشارت كذلك إلى القبائل التي كانت الربعية التي أيضا وصلت قبل بني حنيفة هنا، يعني أشارت إلى قبائل أيضا بني هزان الأولى وعنزة وغيرها. لكن هذا الاستقرار عندما قدم عبيد بن ثعلبة في قارة الحبل أرسل مكتشفيه وأيضا الروادي ليطلعوا على الأماكن الصالحة للسكن، فلهذا استمروا ربما أياما وفترة طويلة لاكتشاف أيضا هذا المكان. تلك القبائل التي كانت قبل ذلك ربما كان نزوحهم أو مروا بجوار حجر اليمامة ولم ينزلوها نزولا ثابتا استقرارا دائما، ولهذا كان عبيد بن ثعلبة عندما أرسل أيضا المكتشفين وجدوا هذه المنطقة في حجر اليمامة، وأيضا اكتشفوا أيضا بعض المعالم القديمة التي كانت بجوارها، معالم أيضا تاريخية، حصون، قلاع، وأيضا بعض أيضا الزراعة التي وجدوها وأيضا أثبتت أيضا أنها صالحة للمستقر السكني. فبالتالي استقر هنا أيضا عبيد بن ثعلبة في تلك الفترة التاريخية وجعل من حجر القاعدة الأساسية لانطلاقاته المختلفة بين أرجاء حجر اليمامة وجعلها مستقراً له وذريته. ولهذا عندما وفدت أيضاً القبائل الأخرى الربعية البكرية عندما يرغبون النزول هنا في حجر اليمامة قدم عليهم بني قيس بن ثعلبة أبناء عمومته من منفوحة جد الأعشى، فقالوا أشركنا معك في حجر، قال لا يشرك معي أحد في هذا المكان إلا من صلبي وذريتي، فالتفت إلى الجهات الجنوبية فنفح لهم الواقعة منفوحة بالجهة الجنوبية من حجر اليمامة. ولهذا كان الاستقرار أيضا الدائم لبني حنيفة وبدأت مستقراتهم أيضا في حجر اليمامة، وانطلقوا أيضا منها من مختلف أنحاء حجر اليمامة إلى الجهات المختلفة. عرفنا تاريخ حجر اليمامة قبل الإسلام، ما الذي حدث لحجر اليمامة في دخول الإسلام إليها لما قدم خالد بن الوليد؟ هو لا شك بعد انتقال خالد بن الوليد وأيضا الانتهاء من معارك حروب الردة في شمال حجر اليمامة، انتقل أيضا هنا إلى حجر اليمامة العاصمة التاريخية، ولهذا ثمامة رضي الله عنه اتجه، أتته التوجيهات مع العلاء بن الحضرمي يتجهون إلى شرق الجزيرة العربية البحرين، وبالتالي أتى
خالد بن الوليد، وأيضا عقد الاتفاقية مع أمير حجر اليمامة الجديد مجاعه بن أمير بني حنيف وزعيمهم مجاعه بن مرارة بن سلمى الحنفي، وعقد الاتفاقية هنا في حجر اليمامة، وبالتالي مكث خالد بن الوليد واستمر قرابة 14 يوما، ولهذا تزوج خالد بن الوليد بنت مجاعه بن مرارة بن سلمى الحنفي، وأرسل هناك وفد بني حنيفة لأبي بكر رضي الله عنه في المدينة يعتذرون مما حصل. لهذا قال شاعرهم لأبي بكر رضي الله عنه عند وصولهم من المدينة: رمتنا القبائل بالمنكرات وما نحن إلا كمن قد جحد، ولسنا بأكفر من عامر ولا من غطفان ولا من سليم وألفافها ولا من تميم من أهل الجند، وكنا أناس على حين غرة نرى الأمر من غينا كالرشد، ندين كما دان كذابنا فيا ليت والده لم يلد. عرفنا من التاريخ أن حجر اليمامة يوجد فيها سوق على مستوى الجزيرة العربية، سوق كبير اسمه سوق حجر، مثله مثل سوق عكاظ وذي المجنة وذي المجاز وسوق هجر وسوق دومة الجندل. السوق موجود من قبل الإسلام بمئات السنين. لما جاء خالد بن الوليد رضي الله عنه دخلت حجر اليمامة بالإسلام، ما الذي حدث لسوق اليمامة؟ هل توقف مثل بقية أسواق العرب لما جاء الإسلام توقفت لأنه انشغلوا بأمور أخرى و الخارج الجزيرة العربية؟ هو الأسواق موجودة حتى في القدم قبل دخول الإسلام، ولهذا حتى بعض الشعراء وفدوا أيضا في الرياض وأسروا في بعضهم وأشاروا لذلك. يعني لديك مثلا عمر بن أبي كلثوم مكث في الرياض، عنترة بن شداد أيضا قيل هنا في الرياض، ولهذا أسر في الرياض، نعم، ولهذا استمرت أيضا التجارة، وأيضا لأن الرياض موقعها وحجر اليمامة موقعها استراتيجي ومهم وعلى طرق القوافل، ولهذا ازدهر هذا السوق في المحرم ويقام من كل عام، ولهذا كان الشعراء حتى يفيدون هناك فيما بعد أيضا جرير والفرزدق وغيرهم أيضا في حجر اليمامة، ولهذا كان هذا السوق من أهم وأبرز الأسواق الموجودة في الجزيرة العربية، ومنها تنتقل أيضا البضائع إلى خارج الجزيرة. استمر بعد الإسلام كم سنة؟ استمر بعد سنوات طويلة، ولهذا لا يحدد المؤرخون استمراريته أو انقطاعه، لكنه استمر إلى أيضا استمرار والمعنى العام لحجر اليمامة واستمرار أيضا شمول الاسم هنا، ولهذا كان حجر اليمامة من أهم الأسواق حتى التي البضائع التي تنتقل من سوق حجر اليمامة إلى حتى العراق والبصرة وغيرها من المناطق وأيضا الشام. فكان إذا كان هناك نوع من التمر إذا خرجوا في البصرة أو في العراق يحرج على هذا التمر ويقولون يمامي يمامني من جودته وحلاوته وكذا. فكثير من البضائع الآن تنتقل، تأتي البضائع أيضا من الشرق والحنطة وغيرها. والحنطة حقت اليمامة تسمى البيضاء، من أفضل أنواع الخبز يؤخذ من قمح اليمامة يسمى البيضاء. صحيح صحيح، يعني السوق الحقيقة مزدهر، ولهذا أيضا تميزت وبرزت أيضا حجر اليمامة لهذه الأسواق وأنها قاعدة مهمة تصدر كثير من البضائع للأنحاء المختلفة في حجر اليمامة، لأنها القاعدة الإدارية كما نعلم أصبحت في الدولة الأموية وأيضا العباسية كقاعدة مركزية، وهي الأساس التجاري لهذه المنطقة وأيضا للولاة وحكم المناطق في الجزيرة العربية في نجد في منطقة اليمامة كلها من حجر اليمامة. وعلى طريق الحج الآتي من الشرق أيضا حجر اليمامة كانت محطة للحجاج. صحيح صحيح. ازدهرت حجر اليمامة قبيل الإسلام وبعده في العصر الذهبي لبني حنيفة فيها، إلى أن انتقلوا منها متوجهين شرقاً إلى منطقتي مجر ومعكال، وذلك في القرن السادس عشر الميلادي أي قبل 500 عام. هذا الانتقال أدى إلى اختفاء اسم حجر اليمامة من صفحات المؤرخين، فأصبحت الأحداث التاريخية التي تحدث فيها تسجل باسم مجر ومعكال. لم تبقى هذه التسمية طويلاً حتى تغيرت قبل 300 عام إلى اسم ارتبط بطبيعة المكان، بروضات غنية تفوح فيها رائحة الزهور، فكان اسم الرياض. حجر اليمامة موجودة قبل الإسلام بقرون وأثناء الإسلام، لكن كما ذكرت أنه في القرن العاشر الهجري حصل هناك أحداث
ربما اقتصادية، ربما مناخية يعني بسبب فيضان الوادي، أو سياسية وانتقلوا من بلدة حجر اليمامة إلى البطحة الحين وادي الوتر قديماً. ما هي الأسباب؟ هو هناك تفسيرات متعددة، لكن إحنا رجحنا في جزء من هذه التفسيرات ما هي مرحلة، ما هي العامل الأساسي لدمار أيضاً حجر اليمامة. ولهذا منطقة حجر اليمامة تحوي القصور والقلاع، وأيضاً كانت هناك العامل أيضاً المهم في التجارة، وأيضاً القصر القديم، وأيضاً المساجد، وأيضاً الحاكم الخاص هنا في حجر اليمامة، سواء من قبل الدولة الأموية والعباسية، والذي يقول مثلاً في بعضهم وفي قصر حجر من ذؤابة عامر الإمام حكم مستبصر الحكم عادل، وأيضا هناك المناطق وأيضا القلاع والحصون موجودة في حجر اليمامة. عند اندمارها في القرن العاشر الهجري بحدث معين، سواء سياسي أو بيئي أو بسبب فيضان معين دمرها في فترة من الفترات التاريخية في هذا القرن العاشر الهجري، انتقل هذا المسمى واندمر أيضا حجر اليمامة، انتقلوا أهلها إلى الأماكن والبلدات المحيطة التي عرفت فيما بعد بمقرن ومعكال أو البنية أو أيضا والأسماء القديمة الموجودة في حجر اليمامة شرقا. نعم، ولهذا هذا الانتقال أدى بالتالي أن تكون هذه الأسر منتقلة إلى الجوانب الأخرى في ولاية أيضا أو في أمارة عبد المحسن بن سعيد الدرعي الحنفي أو والده الذي قدمت أيضا الأسرة السعودية هنا في حجر اليمامة وانتقلوا إلى المليبيد وغصيبة. هنا عدد الحقيقة مهم من الأحياء مدينة الرياض التي تقع في الجهات الشرقية عن حجر اليمامة كان لها فيها التأثير أيضاً المراحل التاريخية قبل ظهور أيضاً مسمى الرياض الشامل في القرن الثاني عشر الهجري. ولهذه الأحداث التاريخية ما بين أيضاً السقوط والقرن الثاني عشر إلى قيام الدولة السعودية، هناك أحداث كثيرة من ظهور أيضاً الحياة العلمية وأيضاً العمرانية، هناك جوانب عمرانية أيضاً في المدينة انتشرت، وأيضاً تجارية كتبت بعضها أيضاً المصادر التاريخية وأيضاً الوثائق الشرعية لأهل هذه المنطقة التي قدمت لنا بعض المعلومات أيضاً الاجتماعية عنها في تلك المرحلة التاريخية.